Dina Zanfali, a PhD student and of MIT in School of Architecture and Planning. الريسيرش جروب بتاعتي is Design and Computation. فأنا بدرس علاقة الhuman being, المان بالماشين as a designer. And how can we create like creative processes for designing in general. And I'm working on empowering people by design, by making. اتخرجت من كلية الهندسة جامعة اسكندرية قسم عمارة في 2006. بعد كده تعينت معيدة وبقيت مدرس مساعد خلصت الماسترز هناك. بعد كده I got Fulbright scholarship to study in يعني جامعة أمريكية هنا. I came here for another master's at MIT, also in design and computation. بعد كده I got into the PhD program and this is my second year. In my opinion, إن الناس لازم تقرأ كتير في الريسيرش اريا دي. الكلية مش كفاية. تاني حاجة إن هي لازم تعمل يعني تشوف الريسيرش جروب اللي هي applying to بتشتغل في ايه الريسيرش بيبرز بتاعتهم بيكتبوا عن ايه they have to have like also like critical thinking ان هم they have to criticize in papers or academics around the area دي بحيث ان هم بيكتبوا الستيتمنت اوف بيربز بتاعتهم وبيقدموا البورتفوليو بتاعهم بشغلهم اللي هو اتعمل قبل ما يجوا هنا يبقوا بيوضحوا فيه ان هم they can fit in the program and they can prove ان هم يقدروا يعملوا حاجه كويسه. My message ان هم لازم يبقى فيه ريسيرش قبل ما هم يجوا ما ينفعش ان هم يجوا once they graduate or without any background في الاريا ف in design and computation we focus a lot on research experiments حكاية إن الناس فاكرة إن هو it's all about like coding في design and computation it's totally wrong we focus more on like design methodologies ممكن في أكتر من area like BIM or BIM modeling or computer aided design we focus on that but we have to have like a theoretical background behind what we are talking about. في الـ Department of Architecture وبشتغل Research Assistant و Teaching Assistant في الـ Sustainable Design Lab at MIT. الـ Research اللي بشتغل عليه هنا هو له علاقة بالـ Sustainable Urban Development من ناحية الـ Walkability والـ Bikeability of Cities يعني قابلية المدينة للمشي والركوب الدراجات وأنا بشتغل في Urban Modeling in General يعني احنا بن develop tools عشان المعماريين يستخدموها to assess الـ Walkability والـ Bikeability of Cities بس الـ Bigger Scope as well is energy efficiency with daylighting potential يعني كفاءة الطاقة والإضاءة الطبيعية في المباني على السكيل بتاع المدينة. قبل ما اجي MIT انا كنت بدرس الهندسة المعمارية في كلية الهندسة جامعة القاهرة وبعد ما خلصت البكالوريوس وضمن دراسة البكالوريوس كنت بحب قوي environmental control و sustainability design فاشتغلت في حبة مكاتب معمارية في مصر وكان مفيش فوكس على الموضوع ده او بمعنى اصح مفيش الجدية في المعاملة مع موضوع السستينابيليتي فعملت ماجستير في جامعة القاهرة وكان التوبيك بتاعي هو daylighting optimization و building form و كنت بشتغل in parallel teaching assistant و research assistant في الجامعة الامريكية في AUC وكان في ريسيرش بروجكت بنشتغل على الـ daylighting aspects وبرضه thermal performance و energy efficiency من ناحية verifiable ولها علاقة بالماتريكس اللي بنستخدمها through simulation ومن هنا جاء حبي لموضوع السيميوليشن وابتديت اتحرك فيه ان انا اكتب papers واشتغل in the teaching environment as well لحد ما اتقبلت ان انا اقدر اجي اعمل دكتوراه هنا في امريكا. لو في اي حد
بيفكر في التقديم in general مش حتى معماري بس لازم يبتدي يفكر في ثلاث حاجات preparation او ازاي يحضر للموضوع بعد كده the actual process of applying بعد كده ايه اللي يعمله لما يجيله indecisions في حتة ال preparation انا هخلي حب في حبة emphasis على المعماريين دلوقتي لازم واحد يفكر هو بيعمل الديجري دي ليه يعني هو لو عايز يجي يعمل ماسترز برا او عايز يعمل دكتوراه هيعملها ليه يعني لو انا طالب اتخرجت من هندسه معماريه ومارست العماره في مصر واكتشفت ان انا البراكتس بتاعي ينقصه شيء من حاجه معينه انا انترستد فيها زي مثلا ديجيتال فابريكيشن او انا مثلا انترستد في سستينابيليتي زي يا ترى ديجري زي الماسترز اوف اركيتكتشر هي اللي هتبقى مفيده او ديجري زي الماسترز اوف ساينس زي اللي انا عملته مثلا في جامعه القاهره ده بيبقى له امفسس وده له امفسس والاثنين كل واحده من دول بتودي في اتجاه مختلف بعد ما واحد يفكر هو من ناحيه التحضير ايه اهتماماته ايه الجولز بتاعته يعني هل هو مثلا الجول بتاعه ان هو يبقى عنده تعامل مع الكلاينت ان ديبث اكتر ولا هو عايز يعمل ساينتفك ريسيرش اكتر بعد ما يحدد بقى which degree وطبعا degrees في MIT مختلفة في حاجة اسمها SMARCS في حاجة اسمها SMBT وفي حاجة اسمها PhD بعد ما الواحد يفهم انهي degree هو عايز يعملها يبتدي يحضر يشوف ايه المتطلبات اللي تخليه عنده edge ان الواحد يكون عنده edge دي بتختلف من degree لdegree ممكن يكون ال edge بتاعك هو research فالواحد مثلا كتب اوراق بحثية والاوراق البحثيه دي خدت جوائز وبقى لها ريكوجنيشن واتنشرت في جورنال اتنشرت في كونفرنس وبالتالي بقى لها ثقه لها وزن ودلوقتي لما يجي يقدم هيبصوا على ان هو عنده ريسيرش تراك ريكورد رائع فبالتالي هيقدر يتقبل او هو واحد بيمارس العماره فبالتالي اشتغل في كومبيتيشنز اشتغل في مشاريع اتنفذت وفي شغله ده يقدر يثبت في البورتفوليو بتاعته ان هو قادر ان هو يجي يعمل دراسات عليا على مستوى الماسترز وان هو هيكمل في موضوع البروفيشنال بعد ال preparation وبعد خلاص انا عرفت انا عايز ايه ابتدي اشوف بقى وعملت ال edge وخلاص عرفت انا هاجي ازاي ايه اللي هيخليني اجي ابتدي اشوف ايه ال components بتاعت ال application الواحد لما يبتدي يفكر في ال application بيبقى اول component هو ال CV او ال curriculum vitae او ال resume whatever اللي الجامعة هتطلبه ده بيبتدي يوضح فيه ايه مواطن القوة عنده فمثلا لو عنده research track record هايل هيقول انا عندي البابليكيشنز دي وهيكتبها بالطريقه المظبوطه هيدي لنفسه التايتل المظبوط انا معماري وانا اشتغلت في ريسيرش وانا اشتغلت في تيتشنج ودي بتبقى حاجات كلها بتفيد تووردز ان الابلكيشن تتقبل او يتبص عليها بعد كده بيبقى فيه تو دوكيومنتس ان جنرال الجامعات ان جنرال بيطلبوها وفي على حسب الديجري انت بتعملها في البيرسونال هيستوري وفي الستيتمنت اوف بيربز دول بتتكلم فيهم على انت حياتك كان شكلها عامل ازاي من ناحية الاجتماعية حتى وفين كان فرص القوة وفرص الضعف بعد السي في في اتنين دوكيمنتس الواحد بيبتدي يفكر فيهم هما البيرسونال هيستوري والستيتمنت اوف بيربز وعلى حسب انت بتقدم في انهي بروجرام ممكن يطلب منك واحد او يطلب منك الاتنين واحدة منهم هتتكلم على تاريخك انت how you were raised وايه البوتنشلز اللي كانت عندك وايه الحاجات اللي ما كنتش انت قادر تتعرض لها ومحتاج انك تيجي تدرسها برا واحدة تانية هتتكلم على انجازاتك العلمية وانجازاتك في الابليكيشنز وانجازاتك in practice فبتبتدي تهتم بانت ازاي توري انت ازاي عندك البوتنشل انك تنمو في المجال اللي انت ناوي تقدم فيه بعد كده في standardized tests يعني عندك الجي ار اي والتوفل الجي ار اي في نصيحتي انا الشخصيه يعني ان انت تاخده از تشالنج ان انت توري قوتك فين وما تتضايقش قوي لو ما جبتش سكورز عاليه جدا لان دي يعني دي بتبقى وان كومبوننت اوف ذا ابلكيشن هي مش كل الابلكيشن اللي لازم تهتم بيه هو التوفل لان معظم الجامعات بيقولوا احنا عندنا كت اوف سكور انت لو ما جبتش الرقم الفلاني مش هتيجي او لو ما جبتوش هتخش سامر سكور عشان تحسن الانجليش بتاعك الريسيرش رايتنج سامبلز لها علاقة أكتر لما تكون بتقدم في scientific research degree زي PhD مثلا فدي بتبقى مهمة قوي ولو مش موجودة بتبقى موطن ضعف جامد فبالتالي لازم يكون عندك research viable الناس تقدر تبص عليه ويقدروا يقيموه من ناحية الكتابة العلمية ودي بتبقى مهمة جدا في degrees اللي لها علاقة بالساينس ال recommendation letters اللي بتطلب منا واحنا بنقدم بيبقى لها علاقة أكتر بواحد يكون عارفك واحد أو واحدة يكون عارف شغلك وعارفك كويس قوي يقدر يتكلم عليك كويس جدا مفيش أهمية عالية قوي ان يكون الشخص ده مهم في المجتمع عشان لو معرفش يتكلم عنك كويس
هتكون حاجه ضعيفه جدا بالنسبه لك. فلازم يكون واحد عارف يتكلم عنك كويس جدا, ولو هو اتس ا بلس لو هو واحد يعرف بروفيسور في جامعه كويسه, لو هو هيعرف حد في ام اي تي, لو هو متخرج من ام اي تي, دي تبقى حاجه كويسه. اخر كومبوننت الواحد بيفكر فيه وهو بيعمل الابلكيشن هو ازاي يقدر يجي يزور الجامعه اللي هو بيقدم فيها ويقدر يقابل الدكاتره اللي هو نفسه يشتغل معاهم, وبالتالي يبقى هو بدل ما الابلكيشن بتاعته بقت ورقه ولها علاقه بهو مين كشخص كمان. دي بوزيتيف ونيجاتيف. يعني لو انت شخص شاطر هيشوفوك وهيقدروك وهيقولوا احنا عايزين نشتغل معاك, وممكن في نفس الوقت تبقى انت مش واثق من نفسك ولما يقابلك يبقى في مواطن ضعف, فبالتالي دي لها استعداداتها. فان الواحد يعمل الموضوع ده محتاج ترتيب, محتاج ان الواحد يفكر ازاي ابروتش الدكتور ويبعت له ايميل تفصيلي هو بيعمل فيه ايه وازاي ان هو ممكن يجي له زياره. وطبعا هو لو انت بتيجي تقدم على حاجه زي كده بتحاول ان انت تبقى دقيق, ان ما تحطش اي حمل على الدكتور انه يعمل لك فيزا او اي حاجه زي كده. انت بتوضبها في سياق رحله انت عاملها في امريكا. وانا بنصح ان انت تاجر عربيه لو انت جاي لليونايتد ستيتس بالذات, يعني تاجر عربيه وتلف على مجموعه جامعات انت شايف انهم برايوريتي ليك وانت بتقدم, ولما يقابلوك وانت لو انت كانديديت شاطر هيبقى بوزيتيف ليك جدا في التقديم بتاعك. دلوقتي جالك النتيجه بتاعه التقديم وايذر اتقبلت او اترفضت. لو اترفضت لازم تبقى فاهم ان ده توفيق من عند ربنا, وفي حاجات كتيره جدا ملهاش علاقه حتى بقدراتك انت, ساعات بتبقى لها علاقه بالفاندنج اللي عندهم او لها علاقه بمين الكانديديتس اللي كانوا بيقدموا معاك وكان هم عايزين حد بيشتغل في حاجه معينه وهيساعدهم في مجال معين. فلازم تقبل وتبعت ايميلات شكر للناس حتى لو رفضوك. ولو اتقبلت ما تجريش ورا فين الفلوس, فكر في الاول انت فين الانترست بتاعتك ومين اللي هيقدر يساعدك ومين اللي هيوجهك, ولما تلاقي ادفايزر كويس واحد فاهمك واحد هيقدر يوظفك ويديك فرص اكبر لما تتخرج. مش لازم يكون حد معاه فاندنج فظيع وان هو هياخدك من اولها لاخرها, لان عاده مش كل الحالات بس معظم الحالات بيجي لهم نص فاندنج او ثلاث ارباع الفاندنج او نو فاندنج اول سمستر, وبعد كده لما بتثبت نفسك وتيجي تشتغل بجديه بيدولك فول فاندنج, وان شاء الله دي تبقى الكيس بتاعتك. في حالات في معظم برامج البي اتش دي بيبقى فيه فول فاندنج. التفكير في الفاندنج ان جنرال بيجي من كذا حته. ونصيحه للناس اللي بتقدم في ام اي تي, في فاندنج كويس جدا من مصر نفسها بنفند الدكتوراه او الماجستير من اوله لاخره, فلازم تستغل حاجه زي كده. ولما تيجي تقدم لما تتقبل دي فرصه كويسه جدا, وان شاء الله لما تاخدها تقدر ترجع لمصر وتساعد وتنمي في الحاجات اللي انت شايف ان فيها نقص في مصر. وبالذات الموضوع الفاندنج بتاع ام اي تي, انت ممكن تتصل بينا. احنا عندنا Egyptian Student Association, مجموعة مصريين كلنا بنشتغل هنا بجدية وكلنا عايزين نساعد ان الناس تقدم اكتر. فانت ممكن تتصل بينا through emails, احنا هنبقى حاطين emails في كل الفيديوز, واحنا هنقول لك فين الطرق اللي ممكن تساعدك. كمجتمع احنا بنحاول نساعد بعض دايما, ومتخيلين ان شاء الله لما انت تقدم وتتقبل انت تبقى جزء مننا, فبالتالي احنا عايزين نساعدكم ان انتوا تقدموا ان شاء الله. بعمل ماستر اوف ساينس ان اركيتكتشر في الاغا خان بروجرام اسلامك اركيتكتشر في ديبارتمنت اوف اركيتكتشر ات ام اي تي. جزء من الريسيرش اللي انا بعمله ليه علاقه بالسكولرشيب اللي انا خدتها, ار اي شيب ريسيرش اسيستنت شيب, بيبقى ليه علاقه اكتر بالدكتور اللي انا بشتغل معاه في الاغا خان ديبارتمنت. فبتبقى ليه علاقه طبعا بالاسلامك اركيتكتشر, مش الديفينيشن بتاعتنا الاسلاميك اركيتكتشر بتاعت الارشز والدومز والفولتس والحاجات دي, بس بتبقى ليها علاقه باركيتكتشر ان ان اسلاميك سيتي او كونتري. فممكن نعمل مودرن ريسيرش او ريسيرش عن حاجه بوليتيكال ايفن, يعني على حسب, بس بتبقى برضو ليها علاقه باركيتكتشر. الريسيرش اللي انا انترستد فيه واللي انا عايزه اعمل الثيسس بتاعتي فيه بيتلخص في ان انا عايزه
reclaim Egyptian public space اللي هي ما بقتش موجودة واللي هي حاجة مهمة جدا و right for every citizen. قبل ما اجي MIT انا اخدت bachelor in architecture من AUC وكنت انا اول دفعة تتخرج architecture كنا سبعة وبعدها على طول اشتغلت TA في Department of Architecture لمدة سنة و meanwhile قدمت في MIT وبعد كده تقبلت الحمد لله وجيت هنا. دلوقتي لو احنا هنتكلم عن architecture specifically عشان هي مختلفة عن اي فيل تاني بالنسبة لي انا علشان انا more familiar with الـ application بتاعت الماستر ديجري كل جامعة في امريكا غير التانية خالص. فلو جينا نتكلم specifically عن MIT هيبقى فيه 2 degrees. في واحدة MArch اللي هي Master of Architecture which is a professional degree بتاخدها لو انت عايز to practice architecture as a profession, في أمريكا ودي بتاخد من 3 سنين هي بتبقى 3 سنين ونص ولو انت معاك عندك background architecture مثلا عندك 5 years bachelor degree in architecture ممكن تاخدها في سنتين ونص أو 3 سنين على حسب ايه الكورسات اللي ممكن تتشال من عليك. دي انت لازم تبقى عارف بالظبط انت عايز ايه. هل انا قبل ما اجي دلوقتي عايزة اعمل ماسترز عايزة اشتغل في امريكا ولا عايزة ادرس ولا عايزة اخد ماستر اوف ساينس وهعمل بيها حاجة معينة. فالماستر اوف ساينس مش هتخليك تشتغل في امريكا. It's not a professional degree. It's a post-professional degree. بناخدها ودي اللي انا بعملها اسمها SMARCS which is Science Master in Architecture ودي بتبقى عادة 2 years. أول سنة ونص أول 3 سيمسترز أنت بتاخد كورسات بيبقى ليها علاقة بالحاجة اللي أنت عايز تعملها في الآخر والأدفايزر بتاعك بيساعدك إزاي تختار الكورسات دي وده ما يمنعش أن أنت ممكن تختار أي كورس تاني أنت interested فيه في أي department. هي دي أحسن حاجة في MIT أنت ممكن it's eclectic تختار اللي أنت عايزه بس لازم برضو تبقى حاجة related للي أنت بتعمله. وآخر سيمستر السيمستر اللي قبل الأخير بتعمل حاجة اسمها thesis prep بتاخد كورس بيحضرك ازاي تجهز نفسك للثيسس وتحضر للثيسس وبعد كده اخر سمستر بيبقى كله عبارة عن ان انت بتعمل الثيسس بتاعتك which is it can be a design thesis or a research thesis او it can be both. فانت ممكن تعمل مشروع انت انا عايز اعمل مثلا redesign لحتة معينة فانا اخدت studio accordingly عايزة انا الفكرة بتاعتي اكتر urban فاخدت urban design studio بعد قبلها وبعد كده لما جيت اعمل الثيسس بتاعتي في اخر سمستر اخترت كو ادفايزر مع الادفايزر بتاعي بيفهم اكتر في الديزاين والادفايزر بتاعي بيفهم اكتر في الريسيرش فاخدت الحتتين وعملت ثيسس بتكومباين بوث فيها اركيتكتشرال اسبيكت ان انا عملت ريديزاين مثلا لمكان وقبلها عملت ريسيرش كامل واناليسس للمكان ده وهيستوريكال ريسيرش وبريسيدنس وكل الكلام ده. في بقى بيج دلمة على موضوع البروجرام بتاعك اللي انت جاي منه في الاندرجراد اكريديتد ولا مش اكريديتد. انا لما جيت هنا اكتشفت ان الموضوع ده ملوش علاقه باي حاجه خالص. ليه بقى؟ لاني قابلت ناس بيعملوا ام ارك 3 سنين وهما جايين مثلا من جامعه جامده جدا من كندا اخدوا 5 years bachelor degree وعادي جايين 3 سنين مش مثلا اتشال من عليهم وهياخدوا سنتين ونص. في ناس تانية جاية ما عندهاش أي background architecture وخدت 3 سنين وبتعمل عايزة أنا عايزة practice أنا قررت دلوقتي إن أنا كنت philosophy وعايزة practice architecture فجأة كده خلاص هاخد أروح MIT أخد 3 سنين architecture intensive كلها studios يعني عشان prepare me للpractice وبعد كده بطلع منها معايا شهادة باخد طبعا شوية امتحانات ويعني الموضوع مش سهل إن أنت تشتغل هنا كprofessional architect خاصة في الفيل بتاع architecture بعدين بتpractice architecture. الماستر اوف ساينس مختلفة لان الماستر اوف ساينس عادة لما بتبرسيو ات انت بتبقى عايز تعمل بي اتش دي ممكن غالبا هتبقى عايز تعمل بي اتش دي عشان انت عايز اكاديميا عايز تدرس بعد كده فانت بتاخد سنتين. في ناس ساعات بتخلصها في اقل من كده بس هي موستلي بتبقى سنتين. في بعض الجامعات التانية في امريكا ممكن تبقى سنة ونص وممكن تبقى سنة في بعض الجامعات التانية يعني انت بتبدا مثلا في شهر 9 بتخلص في شهر 9 مش 2 سيمسترز لا هي سنة تاخد 3 سيمسترز فول وسبرينج فول وسبرينج وسمر. دلوقتي بعد ما انا عملت ديستينكشن بين السماركس او الماستر اوف ساينس والام ارك اللي هي الماستر اوف اركيتكتشر البروفيشنال عايزين نقول بس حاجات مهمه في الابلكيشن بروسيس بالنسبه لكل واحده لان دي غير دي خالص في الحته اللي هي المهمه. فبالنسبه للام ارك اهم حاجه بالنسبه لك بورتفوليو هي البورتفوليو بتاعك لازم يبقى فيري
يعني professional, بص على examples ما تكسفش, وشوف الحاجات اللي كويسة اللي عندك قوي وحطها, اعمل story يعني خليه بيحكي حكاية, بيقول انت مين, بيقول حاجة عنك, عن ستايلك, عن ديزاينك. مهم قوي ان احنا نعمل theme للبورتفوليو, نشوف احنا بنتارجت مين, احنا البورتفوليو ده بعتينه لمين, بعتينه لMIT ولا بعتينه لهارفارد ولا بعتينه لييل ولا بعتينه كورنيل, مين والجامعة دي ايه اللي هي قوية فيها. مهم كمان ان البورتفوليو يبين احسن شغل عندك, مش عيب ان انت ترجع للشغل وتعمله editing. انت بتعمل حاجة مهمة قوي, انت بتقدم في جامعة في امريكا, مش كل الناس بتعمل كده, مش كل الناس بتتقبل, ومش سهل انك تتقبل خالص على فكرة. فانت لازم ان انت لا الموضوع ده هتاخده بجدية وتبقى صريح مع نفسك كده, لا البلان دي وحشة انا لازم ارجعها اعمل لها editing. الموضوع مقرف ومتعب انا عارفة, والواحد لما بيخلص حاجة بيبقى مش عايز يرجع لها تاني, خاصة في architecture. بس صدقني الديتيلة الصغيرة والالوان والبرزنتيشن بتعمل فرق كبير قوي قوي. بس الحاجة المهمة بالنسبة للماستر اوف ساينس مش البورتفوليو, البورتفوليو مهم اوكي هنبص فيه, بس الاهم هما they are expecting انك a recent graduate, a fresh graduate, or ممكن تبقى اشتغلت سنتين او حاجة, they don't expect you ان انت يبقى عندك research. هم عارفين ان انت مش شرط خالص يبقى عندك research. جامعات قليلة اللي بتطلب منك research sample او writing sample. ممكن لو جامعة طلبت منك writing sample تشوف essay حلوة كده كتبتها في كورس او في architecture course preferably وتبعتها لهم, تظبطها وتعمل citation مهمة قوي وتبعتها لهم. ال personal statement مهمة قوي في الحالة دي. ليه؟ لانها بتتكلم عنك شوية, بتقول انت مين وعملت ايه وinterested في ايه. وكل personal statement specifically يعني portfolio ممكن الى حد ما يبقى نفس, هيبقى نفس portfolio, ما هو شغلك مش هتجيب حاجة من بره, هيبقى نفس portfolio كل جامعة. بس personal statement مش نفس personal statement لكل جامعة. اكتب الكلام اللي من قلبك, بس اتأكد ان الجرامر بتاعك مظبوط, راجعها مع الرايتنج سنتر, راجعها مع الدكاترة بتوعك, خد فيها رأي اهلك, خد فيها رأي الناس كلها, واكتبها وتبقى بريف وسلمها, وان شاء الله حد لو هي من قلبك هتوصل لهم خلاص. ترانسكريبت مهمة بالنسبة للاي او سي, مش زي جامعة القاهرة, لان انا اعرف ناس في جامعة القاهرة موضوع الترانسكريبت شوية فيه بيروقراسي وبياخد وقت, ولازم تدي وقت قبله, ولازم في لازم تحطه في ظرف, لازم الظرف يبقى مقفول ومختوم, مش حاجه كده ورقه كده هوديها. بالنسبه لاي سي الموضوع سهل, لان انت بتروح للستودنت سيرفيسز بتقول لهم انا عايز ترانسكريبت, ممكن تطلبها اونلاين, بتجي لك في ظرف مقفول صغيره وحلوه وبتبعتها زي ما هي. يا ريت بريفيربلي ان احنا نسميت الحاجه قبل الديدلاين, عشان لو ان كيس دايما بيبعتوا لنا ايميل يكونفيرم, وساعات يقول لك احنا ما جاتلناش, فمش عايزين نبانيك, ما جاتلناش هبعتها لك تاني لسه في وقت, اسالونا كلنا, احنا نفسنا ان احنا ان انتوا تسالونا وان انتوا تيجوا, ودي هتبقى حاجه حلوه لينا وللبلد. فدي حاجه مهمه, ما تخافوش خالص بجد. يعني في ناس كتير ايام لما كنت بقدم احبطتني وقالت لي انت MIT ايه, يعني احسن جامعه في العالم هتاخدك ليه. فلا believe in yourself و believe in your capabilities, وما تستسهلش بالموضوع, جاهز قبلها بكتير, اتكلم مع ناس كتير, اتكلم معانا. حاجة اتقالت لي قبل ما انا اقدم شخصيا هي 3 words, don't be intimidated. دي كانت اهم نصيحة اتقالت لي, وبالعربي معناها ما تخافش, ما فيش اي داعي للرهبة, ما فيش اي داعي للخوف. كل المطلوب منك ان انت تبقى واثق ان انت عندك هدف معين, عندك حلم معين عايز تحققه وعايز تمشي وراه, تحط الهدف ده قدامك وتخطط ليه زي ما بتخطط لاي حاجة في حياتك. الواحد لازم يشتغل جامد على البورتفوليو بتاعه, دي مهمة جدا, ولازم ان هو يبقى عنده ايمان ان هو اي شغل هو هيحطه او مجهود هيلاقي قدامه نتيجة, فلازم يشتغل على قد ما يقدر. فزي ما بيقولوا من طلب العلا سهر الليالي, فلو هو عاوز number one in the field يبقى he has to work non-stop علشان يوصل لهنا. فلازم تفهم ان انت لما تيجي هنا هتبقى satisfied, هتتعلم كتير, مش بس من الدكاترة, من الحياة برا, من الاكسبيرينس, من الناس اللي حواليك, من الستودنتس, من الجنسيات المختلفة كتيرة قوي. يعني احنا عندنا نسبة الانترناشنال ستودنتس هنا 60%. انت مش هتتقبل, مفيش جامعة زي هارفارد, زي MIT, زي برينستون, زي بيركلي هتقبلك. الجامعات دي كلها اكبر بكتير وبيقبلوا من عندهم, الكلام ده كله وهم. انت لو لك هدف معين وخططت له صح ومشيت وراه وبقيت تحط
انا بالنسبه لي الريسيرش ده مهم جدا فانا همشي فيه, لا انا عايز اشتغل في الماسترز اللي لها علاقه بالابلكيشنز فانا لازم اشتغل اكتر ولازم شغلي يبقى له علاقه بالطرق العالميه للتصميم ولازم اكون ربطه بالسستينابيليتي somehow. يعني انت لما تبتدي تفكر في الهدف اللي انت عايز تعمله وتمشي وراه مفيش اي حاجه هتقدر تقف ما بينك وما بين حلمك.